من شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ضأنها ومعزها، لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يشترط في الأضحية السلامة من العيوب، من العور والعمى، وكذلك العرج الذي يمنعها من المشي مع الصحاح، وكذلك ذهاب أكثر من النصف من قرنها أو أذنها، وكذلك الهرم أن تكون هرمة، سقوط أسنانها من أصلها. أن تبلغ الأضحية السن المحدود شرعا، والجذع من الضأن ما تم له 6 أشهر، والثني من الإبل ما تم له 5 سنين، والثني من البقر ما تم له 2 سنين، والثني من الغنم ما تم له 1 سنة، فلا تصح الأضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والغنم، ولا بما دون الجذع من الضأن. ألا يتعلق بها حق لغير، فلا تصح التضحية بالمرهون. أن تقع في الوقت المحدود شرعا، وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، وهو اليوم 13 من ذي الحجة. فمن ذبح قبل الفراغ من صلاة العيد أو بعد غروب الشمس يوم 13 لم تصح أضحيته. من شروط الأضحية أن تكون ملكا للمضحي أو مأذونا له فيها من قبل الشرع أو من قبل المالك، فتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت العادة به وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية، وتصح تضحية الوكيل عن موكله بإذنه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله